10 نقاط لتسعة بولندا، تبحث عن التعديل. مصر تخسر تقدمها بأربع نقاط. أحمد قطب تعود الكرة لوماش، لوماش لكوبياك. إصابة أحمد قطب على ما يبدو، طبعا ستعاد الكرة. هذه الإعادة من أصيب أحمد قطب بدون حاصد بنفسه عند النزول. أحمد قطب نتمنى أن لا تكون إصابة كبيرة، وهو اللاعب والضرب الأميز في المنتخب المصري إلى حد الآن، مع أن مصر لديها أحمد صلاح الضارب الأقوى، لكن في عدم استعماله كلاعب أساسي قد يكون في أفضل حالته البدنية في انطلاق المباراة. طبعا يفقد توازنه أحمد قطب في الكرة الأخيرة. سيتم اخراج وعلاج اللاعب احمد قطب، نتمنى ان لا تكون الاصابه كبيره وخطيره لافضل ضارب لمصر الى حد الان. وبالتاكيد احمد صلاح سيدخل مكان اللاعب احمد قطب. اصابه غريبه نوعا ما في الكره الطايره، لكنها من الاصابات التي تحدث لاي لاعب سواء في التمارين او في المباريات. لم يصطدم بلاعب مصري ولا ايضا بلاعب بولندي. لاحظوا الاصابه والانتفاخ بسرعه كبيره للاعب احمد قطب.